السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله بإذن الله معاكم محمد صلاح أبو علي، هنتكلم في أحدث منظومة صرف صحي، واللي المفروض الناس كلها تعمله حضرتك في الصرف الصحي فيما يلزم المنزل الحديث. لو أنا بأسس بيت من بدايته أو فيلا أو شقة أي حاجة من البداية، لازم تتأسس على النمط اللي احنا بنتكلم فيه إن شاء الله بإذن الله النهاردة. قبل ما نبدأ ونتعرف على الشغل، أهم حاجة الصرف الصحي. حضرتك اسمه صرف صحي، ما شمش ريحة وحشة، ما لاقيش حشرات، ما لاقيش قوارض، ما لاقيش حاجة وحشة كده تطلع لي من تحت الأرض. موضوع طويل قوي 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 هنتكلم فيه دلوقتي سريعا مع بعض، مش أكتر من ذلك. أول حاجة معايا حضرتك، قبل ما نعرف احنا عملنا إيه من تحت، هنعرف فوق هنا دي كده عملنا خط أواعد لوحده. الأواعد بتيجي بخط لوحدها زي ما ستك شايف كده بالظبط، ده كده خط للأواعد لوحده، كله نازل من فوق اهو، كله كعام بباب، كلها شغل كالشريف فيجوان. شريف فيجوان من افضل الشركات اللي تعتمد عليها في البيت بتاع سيادتك. عندي طوب تسليك، ده شغله كله كلين اوت، كلين اوت امريكي، كله طوب تسليك اسلك، كلها مشتركات واي، ما عنديش حاجة اسمها كوع 90 اطلاقا. باب في كل مكان اسلك منه. عندي دي كلها، كل مكان فوق في المبنى ده كله عنده طب التسليك، ان انا اسلك منها لا قدر الله حصل. عندي زيت كلها زوايا 45، كلها مدفع زوايا 45، ما بتشيلش مني رواسب ولا دهون ولا اي سدد ولا اي حاجه. طب التسليك في كل مكان. اهم حاجه برضو حضرتك، احنا عرفنا ان في خط اواعد وفي خط نفس. ايه فايده خط النفس ده معاليك؟ خط النفس دوت، هاته كده يا عم محمود. خط النفس ده حضرتك بياخد من كل قاعده. ده سيادتك بص ليه كده هنا حضرتك، بص يا باشمهندس، ازازه الميه لو جيت ادلقها هتعمل بقى تفضل تبقلل، مش هتنزل بسرعه. انما لو انا خارمها من ورا، جرب كده حضرتك، اخرم الازازه من ورا او اقطعها من ورا حته وفضيها، هتنزل بانسيابيه جامده جدا معاك لتحت. خط النفس له كذا ميزه، سهوله وانسيابيه الميه وهي نازله، تنفيس الخط، سحب الروائح الكريهه في مصدر تاني، ما الميه نازله والريحه موجوده، ما تخشش في شقه من تحت. كنسل انسيابيه للحنفيه للخط. الريحه الوحشه دلوقتي الميه نازله من الكومبليشن، الفضلات عملت تقليب ونازله بتطلع ريحه طبعا. فالريحه دي لما تاخد من المشترك اللي هو خط النفس اللي هو ده، ياخد الريحه يطلعها على فوق، ما شمش ريحه وحشه في المبنى. تاني حاجه احنا قلنا عرفنا بنعمل خط اواعد وبنعمل خط اسمه خط تيار خفيف او خط ميه نظيفه، او الخط اللي هو بيجيب لي المطبخ، بيجيب لي حمام، بيجيب لي شاور، بيجيب لي حوض، بيجيب لي اي حاجه ما شمش فيها الريحه الوحشه، عشان ما شمش ريحه وحشه في المكان عندي. فبرضو اهو كلها زوايا 45. ده انا عندي هنا حمام اخدت منه مشتركين زي ما سيادتك شايف، كلها مشتركات واي، مفيش حاجه تشيل مني رواسب ولا سدد ولا الكلام ده كله. يبقى اهم حاجه في المنزل الحديث يا اسطى محمود، اهم حاجه حضرتك في المنزل الحديث اعمل خطين، خط اواعد وخط بيا. بركز بقى في المعلومه دي جامد، عشان هننزل تحت نتكلم بنسبه 90% من الصناعيه بتعمل الخطين دول، طريقه تجميعهم هنتكلم فيها من تحت بقى علشان اكمل المنظومه الحديثه. 90% بيعمل زي ما احنا عاملين، بس ما بيعملش اللي احنا عاملينه من تحت. هننزل تحت ونبص عليه. برضو قبل ما ننزل من تحت، انا عندي لازم الدور الارضي، الدور الارضي حضرتك اهو، ده حمام بيبه، ده مطبخ، ده بيبه، ده قاعده. الدور الارضي سيادتك لازم يجي لوحده، ملوش علاقه بخط الصرف. بمعنى يعني انا ممكن اخد ده هنا بمشترك، تمام كده؟ انا ما خدتهوش ليه سيادتك؟ علشان لو حصل سدد والشقة دي مسافرة مش موجودة والناس اللي فوق شغالة، لو حصل كتمة في الحتة دي أول شقة هتغرق معايا الدور الأرضي. معايا سيادتك ولا لأ؟ يعني الدور الأرضي لازم يجي لوحده، يعني عشان خاطر ده ما يسدش مع ده، يبقى ده لوحده كل حاجة منشقة لوحدها، خط المطبخ لوحده، خط 3 بوصة. هنشوف تحت من تحت بقى التجميع اللي احنا بنقول عليها بيها إيه؟ اللي نادرا ما حد ما بيشتغل عليها أو بيتكلم فيها. برضه عندنا هنا أهو التغذية كلها جاية بوصة ونص، وطلعنا فوق خطوط تغذية مية لكل خط. ادي خط للحمام، خط للحمام الاخر، خط للمطبخ، كل حاجة جاية بخط بتغذية ماسورة 6 بوصة ونص، عشان تديني ضغط متكافئ للشبكة بتاعتي وكله يبقى ماشي ضغط مرة واحدة. هننزل تحت دلوقتي نبص حضرتك للتكملة بتاعتنا، وان شاء الله بإذن الله لازم تحطها في السي في بتاع سيادتك او في دماغ حضرتك. اي حد عايز يعمل منشأ
صرف صحي، مبنى كامل زي ما سيادتك شايف كده بكل ضواحيه بكل تكاته بكل حركاته. لازم ننفذ المنظر ده، المنظر ده اللي احنا وجدنا عليه اباءنا من قديم الازل، الصناعيه القديمه اللي احنا اتعلمنا منهم. هننزل تحت نتكلم في توزيعه الصرف الصحي من تحت. وقف ما تقفلش. هي عامل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تكمله الفيديو الاولاني اللي احنا بنقول عليه الصرف الصحي، منظومه صرف صحي حضرتك يا باشمهندس، ده اسمه الصرف الصحي. بمشي بخطين 6 بوصه، خط بياخد معايا خط الخفيف اللي هو بيجمع بقى اللي احنا اتكلمنا في اول الفيديو، بياخد الحمام الشاور اي حاجه تيار خفيف، بجمع الفيلا كلها بجمع المبنى كله على الخط ده. الخط دوت بياخد بيطلع بره هنشوفه مع بعض على جليتراب مركزي. جليتراب مركزي ركز معايا، جليتراب مركزي بيجمع الفضلات اي رواسب اي دهون اي كلام ده بيرصب والخفيف بيمشي، وكل فترة ما بخش اعمل نظافة في الجليتراب. يبقى انا بدل ما يخش لي بتاع النظافة او السباك او اي حد يخش ينظف لي السيفونات، لان في ناس تعمل سيفونات تعمل خط واحد وتعمل سيفونات، يخش ينظف لي السيفونات او الكلام ده، لا، يبقى نظافة بره المبنى مش جوه المبنى. ده الهدف من انا اعمل خطين 6 بوصة زي كده وكله كلين اوت، كله شغل امريكي، كل حاجة بطب التسليك، كل حاجة طالعة على بره زي ما سيادتك شايف. ومشيت من ظهر المبنى ما مشيتش من الامام عشان خاطر ما كلش المكان ولا الجراج ولا استخدام المبنى او الكلام ده كله، ومشينا للظهر وخرجنا من ورا. تحميلي حضرتك على زاوية، الزاوية وتيش ووصلة وقفيز، لا التحميل ده اطلع امسك فيها سيادتك ولا تقلق منها ولا تقع منك حتى. تحميل يشيل فعلا، وهقف دلوقتي عليها سيادتك وتشوف انا واقف عليها ازاي على الماسورة او بتعلق فيها او الكلام ده كله، ما تلاقيش فيها اي حاجة، كلها زاوية 45. انا كده يا عم محمود دي كده زاوية 45، ده كده الخطين الستة بوصة اللي احنا بنتكلم عليهم. ده خط الخفيف اللي هي القلبية جمع 6 بوصة زوايا 45 وخرج على بره. ده خط التقيل كلها زوايا 45، قرب كده يا عم محمود، كلها زوايا 45 وكلها خرجت على بره ومشيت بميول متناسبه لحد المبنى الرئيسي من بره. هنبص عليه واحنا خارجين دلوقتي ان شاء الله مع بعضينا. ده اللي احنا بنقول عليه بقى ان انا اعمل شغل ده مكلف سنه صغيره على العميل، بس افضل له خامه، افضل له كوايتلي نهائي او ماتيريالز او الكلام ده اشتغلنا بيه. ده شغالين بالامل الشريف، وشركه ممتازه جدا جدا وقيمه معاك، تقدر تعتمد عليها في منزلك او الكلام ده كله. اصبح ان انا عندي ده اللي احنا عرفناه من زمان في الصرف الصحي. هات كده يا عم محمود، يعني لو حضرتك نزلت عماير المعادي العماير القديمه بتاعت زمان بتاعت الزهر هتلاقي فيه خطين 6 بوصة، خط خفيف وخط تقيل وخط مسابق خط، هتلاقي الكلام ده كله احنا بنتكلم فيه. يعني انا مش بعمل حاجه جديده، ده اللي احنا اتربينا عليه وانشانا عليه مع الصناعيه التقال اللي احنا اتعلمنا منهم. انما خط 1 6 بوصة حلو بس يتعمل بطريقه مميزه، كل حاجه وليها حاجه، كل مكان له الوضع والتكنيك بتاعه، مش اي حاجه في اي مكان. ان شاء الله يا رب نقول اعجابكم، وان شاء الله باذن الله تابعونا على صفحه سباك شوت على فيسبوك وقناه سباك شوت على اليوتيوب، ولا تنسونا من صالح دعائكم دعوه صالحه من رجل صلحتك فينا بالدنيا وما فيها. شكرا.